مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم. حلقة جديدة من برنامج المنتصف. اليوم عندنا كثير من المواضيع الهامة في الرياضة السعودية، كثير من الملفات القانونية، كثير من خلوني أقول المواضيع اللي الناس تنتظرها كثير، لكن خلونا نشوف في البداية أبرز وأهم العناوين. الأمير عبد الله بن مساعد يطلع على جدوى عدد الأندية السعودية وناحية المنافسة والمشاركة. الثاني عشر من إبريل يوم الصدام في دور الثمانية من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. ورئيس لجنة الانضباط الأسبق يتحدث للمنتصف عن أكثر اللجان جدلاً وحراكاً في لجان الاتحاد السعودي. حياكم الله من جديد. اليوم نفتح الكثير من الملفات المهمة في لجنة الانضباط، واللي تعتبر من أكثر لجان مثل ما قلنا في البداية جدلاً في لجان الاتحاد السعودي وحتى على مستوى الوسط الرياضي السعودي وردود الفعل. علشان يعني ما نزيد في الكلام ولا نكثر في الحكي، خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ فهد الكحيز رئيس لجنة الانضباط السابق. حياك الله يا أبو محمد. هلا والله عبد الله، مساء الخير ومساء الخير للسادة المشاهدين. اليوم لازم تصير معنا يعني شوية شمالي، يعني مثل ما يقولون ما يحتاج أبدا. إحنا في عندكم اليوم، وأي استفسار إحنا إن شاء الله نجاوبكم إن شاء الله بالشيء اللي يكون يتواكب مع طموحكم في الردود والإجابات بإذن الله تعالى. هو يعتبر هو الظهور الأول لك بعد ما تركت لجنة الانضباط أكيد في المنظومة الرياضية كعمل رسمي. خلينا أروح لزميلنا مسفر أقول مساك الله بالخير يا أبو فادي. مساك الله بالنور يا أبو عابد، أمسي عليك بالخير وعلى الأستاذ فهد القحيز وعلى السادة المشاهدين. عسى هدوم هالابتسامة يا عبد الله. لا بس لخبط، هي مساك الله بالخير ولا صبحك الله بالخير، فخليتها مساء. يلا نروح لأخبارنا عشان ما نطول عليك وعلى ضيفنا العزيز. نروح أعزائي المشاهدين لخبرنا الأول اللي يقول عدد الأندية السعودية يكشف عنها الأحد القادم. تسلم الأمير عبد الله بن مساعد التقرير النهائي لفريق دراسة العدد المناسب لأنديات الرابطة، وذلك بعد اكتمال أعمال الفريق الذي تم تكليفه بدراسة واقع الأندية الحالي ووضع المعايير المناسبة. والفريق بقيادة عادل البطيء ويوم الأحد القادم سيعقد مؤتمر لهذا الحدث، والرئيس العام يشكل اللجنة التحضيرية لانتخابات الاتحادات بقيادة الأمير خالد بن بندر. نروح لخبرنا الثاني واللي يقول المسابقات تصدر رزنامة الدوري الثمانية من كأس الملك. حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات دوري الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم 12 من شهر إبريل القادم، وستقام مباريات الدور في يوم واحد حيث يلتقي المجزل والهلال والرايد والأهلي الساعة 7، بينما مواجهة النصر مواجهتي النصر والعروبة والاتحاد والحزم تلعب الساعة 9 مساء. خبرنا الثالث يقول طاقم كوري جنوبي لقيادة السعودية وماليزيا. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي عن تكليف طاقم حكام من كوريا الجنوبية لقيادة مباراة منتخبنا ونظيره الماليزي. يتكون الطاقم من الحكم كيم دونغ جين ويعاونه بارك سان ولي جونغ مين والرابع كيم يونغ ديا. المواجهة ستقام مساء الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة،
ويحتل منتخبنا صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة ويكفيه الفوز في هذا اللقاء لخطف بطاقة التأهل، مع تمنياتنا بالتوفيق يا رب للأخضر. نروح لخبرنا الأخير واللي يقول الاتحاد بين استقالة اليامي وشروط المولد. أعلن منصور اليامي مدير عام فريق كرة القدم بنادي الاتحاد تقدمه في استقالته من منصبه لظروفه الخاصة، وأوضح اليامي أنه سيستمر مع الفريق حتى نهاية معسكره الإعدادي المقام حاليا بمنطقة جبل علي. وقدم اللاعب فهد المولد اعتذاره لجمهور الاتحاد عن غيابه لثلاثة أيام، ومصادر المنتصف تؤكد اشتراط اللاعب مبلغ 5.5 مليون للموسم الواحد. عبد الله، استقالات يا أخي ما هي بزينة، الموسم عن نهاية، يعني لو أن الرجال تجمل دفع نهاية الموسم أكيد ما هي بزينة، بس أحياناً الظروف ما تساعد يعني تجبره تسمر. أكيد كانت هذه أهم أخبارنا عبد الله، أتمنى لك التوفيق ولضيفنا العزيز. الله يعطيك العافية، شكراً لك مسفر، نرحب فيكم مرة ثانية. ضيفنا اليوم هو رجل قانون وحكم ومقيم وعضو لجان قانونية مختلفة، فهد القحيز، رئيس لجنة الانضباط الأسبق في أول ظهور فضائي بعد فترته التي قضاها كرئيس للجنة الانضباط. اليوم راح يتحدث عن كل شيء، عن لجنة الانضباط وما وراء لجنة الانضباط من بعده. حياكم. يبدو أن النظر إلى آخر النفق صعب بالنسبة لمسيري كرة القدم السعودية، فلا يوجد تخطيط أو تنظيم أو تجهيز للمستقبل لجان تعج بالفوضى، وأشخاص محبين لكرة القدم يصنعون مستقبل أهم لعبة على وجه الأرض. إحدى هذه اللجان لا تجد الرضا مهما فعلت، وأعضائها تحت طائلة الانتقاد مهما فعلوا. آخر مغادري للجنة الانضباط الاسم كثر عليه الجدل، وأصبحت أصابع الاتهام موجهة له في كل قرار. فهد القحيز صاحب التجربة الكبيرة في الكثير من اللجان، وعمل في الجانب التحكيمي في الكثير من السنوات، ويعتبر من أهم الأسماء التي عملت في اتحاد القدم منذ بداية الألفية الجديدة. فهد القحيز الذي ربط اسمه بقضايا وقرارات كانت فيها هجمات شرسة ضده، ولم تهدأ المطالبات إلا أن يبتعد، حتى أنه قاطع اجتماعات اللجنة الأخيرة برئاسة خالد البابطين ولم يحضر أي اجتماع. لماذا هو الاسم الوحيد من بين 6 أعضاء يحوم عليهم استفهامات كثيرة؟ فهل ودع اتحاد القدم غالبا أم مغلوب؟ احنا نرحب فيك مرة ثانية أبو محمد في برنامج المنتصف، وخلينا نبدأ الكلام يعني بشكل مباشر. ما راح أبدأ معاك بالقرارات اللي صدرت في لجنة الانضباط، لكن أكيد اليوم لما يجلس الواحد على شاشة الإخبارية ويشوف فهد القحيز بيقول وين فهد عن منظور المنظومة الكروية اليوم في الرياضة السعودية؟ والله طبعا احنا كان اتحت لنا فرصة للعمل في الاتحاد السعودي، وعملنا يعني كان في أكثر من لجنة، وكان آخر مرحلة هي مرحلة لجنة الانضباط. ليش تركت المنظومة الرياضية بشكل كامل؟ يعني أنا من يوم مثلا خليني أقول يعني اطلعت على الرياض، وأنا أشوف فهد القحيز ما شاء الله هنا مرة ومرة في اللجان القانونية ومرة في لجان التحكيم، يعني موجود في المنظومة الرياضية. اليوم ليش أنت قطعت هذا الحبل وابتعدت مرة عن الرياضة؟ تعرف طبعا العمل في الاتحاد وخاصة والعمل في اللجان ما في شخص راح يدوم نهائيا. احنا عملت في المحطه الاخيره كان في لجنه الانضباط، يمكن وزي ما ذكر في التقرير انه تواجدت في اكثر من تشكيل للجنه، واحنا كان لو وصلت لاخر مرحله. وبالمناسبه اشكر الاتحاد السعودي على تعاونهم معي وعلى الثقه اللي منحوني اياها. اخر محطه كان كلفت برئاسه لجنه الانضباط، فاحنا عملنا وقدمنا عمل، لكن كان هي انه يكون طالما انه صار الاسم عليه جدل والاشياء، يعني كان يترك فرصة الناس يجوا يقدموا نشوف شو اللي يكون. ليش تعتقد انه اسمك كان عليه جدل؟ والله ما كان، يعني تعرف طبعا اللي في ما يطرح في الإعلام الرياضي، وتعرف ان عمل خاص عمل الانضباط هو عمل قرارات، والقرارات هذه عبارة عن عقوبات، وما كان ما فيها احد بيكون راح يكون عنده رضا عن العقوبة مهما كان. يعني لكن دائما
تفسر العقوبة وتؤول لأنه والله هذه كان فيها نوع من الاستقصاد أو فيها أي اعتبار آخر، وهذا طبعا هو يبقى ثقافة الشارع الرياضي. لكن الشيء المهم أنه يكون من خلال مراجعة القرارات أنه هل القرارات ما كانت مبنية على وقائع وحوادث أنها وقعت ولها أساس، يعني أنها في موجودة كانت حدثت في المباريات وحدثت في داخل الموسم الرياضي والمواسم الرياضية السابقة. في دائما كانت القرارات بنيت على مخالفات وقائع حدثت، بالتالي صدرت بحقها اللي هو العقوبات. والأهم يعني الأهم أنه القرارات اللي كان إحنا متواجدين في لجنة الانضباط أنه جميع القرارات اللي إحنا كنا اتخذناها كان فيه يكفل للشخص اللي صدر بحقه القرار يكفل له حق الاستئناف. مو بدائما ها؟ لا في في أحيانا قرارات ما يصدر فيها في لا في القرارات في قرارات قابلة للاستئناف قرارات غير قابلة للاستئناف. صح بحسب الأنظمة بحسب اللوائح اللي موجودة. فإحنا نقول يعني نقول إنه مثلا الأشياء هذه كانت يعني إحنا من خلال يعني مسيرة عملنا إنه من خلال القرارات يعني إحنا من موسم إلى مواسم، في موسم صدر يمكن 167 قرار إلى 225 قرار و220 قرار في هذا في العمل. انا ما ودي اطول في السالفه ليش؟ لانه انا عندي كثير محاور لازم اليوم اطرحها والناس تبغى تسمعها منك. خليني ابدا من الاخير، انت ترأست لجنه الانضباط كانت بعد ربيش اللي قدم استقالته، ما ادري هو قدم استقالته ولا ابعد، خلينا نتجاوز هذا الموضوع ما يهم بالنسبه لنا. ترأسته وبديت العمل في تلك الفتره، وكان فتره رئاستك فيها جدل مثل أي رئيس يجي للجنة الانضباط لأنها هي من اللجان الجدلية كذا سبحان الله، يعني لجنة لازم تحسم لازم تصدر قرار لازم يصير في حولها رد فعل، هذا أمر شيء طبيعي. بعدها جاء خالد الببطير وأنت ابتعدت بشكل كامل عن خليني أقول لك عن الواجهة بشكل يعني واضح. أنت كنت يعني كنت تتوقع أنه ممكن يصدر قرار بأنه يتم تكليفك في رئاسة اللجنة بشكل رسمي؟ لا لا ما كذا أنت تفاجأت. لا لا ما لا ما هو إحنا طبعا يعني يعني أتكلم معك بنوع من الوضوح الصراحة. إحنا مسكت كان كلفت اللجنة من بعد استقالة إبراهيم ربيش وإلى بعد الجولة العاشرة يمكن صدرنا تقريبا قرابة 60 قرار أو أكثر. كلام سليم. وكان احنا نطمع يعني وكان الفترة اللي انا مثلا كلفت بها برئاسة لجنة الانضباط واحنا ماشيين في العمل ما كان فيه انا نتوقع، واحنا من خلال تقييمنا لانفسنا وتقييمنا العمل وتقييم اللي قيم عملنا اللي هو اداء اللجنة من خلال القرارات اللي اتخذت. صحيح احنا صدرنا 61 قرار، ايش القرارات اللي صار عليها مثلا انه كان هناك خطا في تطبيق في النظام او قرار انه مثلا نقض او قرارات، كانت القرارات متوافقه مع النظام وصادقت يعني القرارات اللي كان عليها استئناف صادقت على لجنه الاستئناف. فكان الشخص يعني يطمع انك انت مثلا، ودائما الانسان في حياته مسيرته انه بشكل متصاعد انك تطلع من منصب الى منصب الى منصب، واحنا وصلت انا لرئاسه اللجنه كنت مكلف وقتها ما كان في قرار رسمي، كنت مكلف وقتها. وبعدين اعيد التشكيل انا بالنسبه لي يعني عملت يمكن 4 مواسم في الانضباط وسنه في الاستئناف، فكان يعني زي ما قلت لك من الاول انه اتخذ القرار والاتحاد السعودي راى انه كل تكليف جديد واعاده تشكيل جديد، فانا من هنا قلت يعني انت تفاجأت بهذا الموضوع. تفاجأت بالموضوع هذا، وبعدين فضلت ان الواحد يعني واحنا ابناء الاتحاد، ومتى طلب الاتحاد واحنا نتكلم عن رياضه الوطن، ومتى ما طلب الاتحاد اي مجال العمل واحنا موجودين في الخدمه في اي لجنه وفي اي مكان. طيب انت كنت تتوقع انك راح تستمر في لجنه الانضباط وتفاجات بقرار اعاده تشكيل اللجنه، لكن انت ما سالت نفسك ابو محمد انت مو رجل قانون كيف ممكن تراس هذه اللجنه؟ وحسب معلوماتي وصحح لي ان كانت معلوماتي خاطئه بانه رئيس لجنه الانضباط لازم يكون يعني رجل قانون. والله انا اتفق معك، والنظام طبعا ينص انه يكون الرئيس قانوني، لكن انا طبعا كلفت انا كل من بعد ربيش الى بعد الجوله العاشره انا مكلف انا غير قانوني. يعني السؤال لماذا كلفت انا؟ اذا مثلا انا ما اكون مناسب للمنصب هذا واني ما اكون مناسب ليش كلفت؟ ليش كلفتوني من البدايه؟ ما دام في امور قانونيه ما هي صحيحه. مع على فكره يعني احنا انت تثبت او انك تحكم على كفاءه الشخص من خلال العمل انت او جدت الشخص. هل السؤال اللي يفصل في الموضوع او يحدد لك الموضوع، هل العمل اللي احنا اللي قدمناه والفتره اللي انا كنت موجود فيها هل كان فيه اشكالات
هل كان فيه خلل في العمل؟ صحيح. هل كان العمل ما هو متوافق مع النظام؟ الخلل ممكن جاء في الفترة اللي بعدك. أنا ما أقدر طبعًا أنا ما أقدر أقول، لكن أنا أقيم الفترة اللي أنا جلست فيها، هل كان أداء اللجنة وهل كان العمل اللي إحنا قدمناه يعني في نوع يتعارض مع النظام أو يتعارض مع اللوائح والتطبيق؟ إحنا إذا كان أنت المهم إنك ما تسأل، إنه مثلًا الشخص تضع الشخص في مكان ممكن النتاج عمل الشخص طيب يكون متلاطم، يكون فيه أخطاء. خلوني أكون مباشر معك أبو محمد، ليش هم غيروا فهد الكحيز؟ أنت ما كنت ماشي على الموجة اللي كان الجماعة يبغونها، ولا كنت أنت شوي يعني صعب في بعض الأمور، ولا شو السالفة؟ شوف أتكلم معك بصراحة بوضوح، وهذا اللي إحنا نبغاه. أنا للأمانة أنا اشتغلت في الاتحاد السعودي في أكثر من لجنة، الموجة هذا وكلام الموجة ما في شخص بيرضى أن أحد يتدخل في عمله. صحيح. وأنا موجود وأسأل مسؤول عن الكلام هذا أمام الله قبل ما أكون مسؤول عن الإعلام أو الشارع الرياضي. ما في يعني أن أحد بيتدخل في عملك، لا ده يبقى أداء لجنة. إن كان العمل صحيح فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني ما يجيكم مثلاً اتصالات من اتصالات من مين؟ من مسؤولين في اتحاد كرة القدم السعودي، مثل ما قال الربيش، لا نروح بعيد، الربيش يقول أحمد الخميس طلب مني هذا موضوع. شوف هذا، شوف هذا الموضوع، شوف الموضوع يمكن فسر وفهم بشكل خاطئ. انت الموضوع هو واضح وظاهر، احنا كتبنا في قرار موجود، وانا يعني احنا موجودين على كان على راس العمل وصدرنا القرار. هي الموضوع القرار اللي بعد كاس الملك، كان احداث مباراة الملك. صحيح. انت في اللائحة عندك تقول فيها حاجات تتصدى لها بشكل بسلطة اللجنة بشكل مباشر، وفي بعض المواضيع ما تصدى اللجنة بشكل مباشر الا من خلال انه يقدم عليها شكوى وتنظر فيها. انت قدم لك شكوى، اذا قدم لك شكوى انت انظر في الشكوى وقيم الادله، هل المخالفات هذه ما والادله هذه عليها طعن او عليها مثلا جدل او عليها نوع من هذا او عليها. بس ابو محمد الى الان انت ما جاوبت على سؤالي، ليش تم استبعاد فهد الكحيز؟ انت من وجهه نظرك ايش الشيء اللي تعتقد انه كان يعني مفصلي في ابعادك من اللجنه؟ انا والله انا ما لحد الان ما اعرف، لكن هو ظهر القرار، وانا هذا هو الصدمه اللي ظهر بعد ما طلع القرار. وحتى يعني للامانه انا ما كنت ادري عن وقت الوقت اللي بعد ما صار فيه اعاده تشكيل لجنه، والله ما يمكن ما عرفت الا يمكن من الاعلام للامانه يعني، وهذا الصدمه اللي انا قرار التشكيل اعاده التشكيل. فهذا كان يعني محبط. انت كنت مباشر عملك في اللجنه وتفاجات في وسائل الاعلام بانه في اعاده تشكيل، في اعاده تشكيل، وهذا هو الشيء اللي انا بيني وبينك يعني الشيء اللي محبط اللي خلاني انا اقدم الاستقاله، نظرا لانه يعني يفترض احنا في العمل يفترض على الاقل تقدير انه يكون لديك خبر، يكون لديك، هذا هو الشيء اللي ماخذ لي انا. طيب كان السبب الرئيسي تستبعد ابو محمد مساله التدخلات في نهائيا في وانا من هالمكان لو فيه احد او انه يقول يثبت ان في تدخل او انا معي شخصيا الحين تلقى منها اي اتصال ويقول ان فهد والله ما كان صادق، لكن احنا وجدنا وللامانه يعني اشيد مره ثانيه بالرئيس الاتحاد الاستاذ احمد عيد، هو اعطى اللجان كافه الصلاحيات، والاداء يبقى هو اداء اللجان، والعمل يبقى عمل اللجان، من سواء ان كان العمل صحيح والقرارات صحيحه او اذا كانت خاطئه فليتحملها مسؤوليه إذن اللجان. اذا انت اليوم تنفي كلام ربيش وتنفي كلام البابطين بانه في شيء من التدخلات في عمل اللجان من خلال تصاريح رسميه موجوده اليوم. هذا اكيد، لكن المساله التدخل كيف انت تدخل، انت عندك اللجنه لها سلطه وانت لك سلطه كرئيس لجنه، انه خلال ان احنا ما كنت موجودين كان اعترض علينا بعض الموضوعات واحنا رفضنا، ما شفنا ان احد ما يعني قدمت بشكل رسمي. احيانا تجي تدخلات مثلا في طريقه اتخاذ القرار، ربيش ابراهيم ربيش كان يقول بانه احداث كاس الملك ما يوجد عندي في تقرير الحكم ولا تقرير المقيم ولا في الناقل الرسمي وجود مثلا ادله واضحه، وكان هو امين هو وكان الامين هو الماده 105 تقول لك موضحه لك الادله، 105 موضحه لك الادله، من ضمن الادله انه يكون ايش اللي هي تسجيلات الفيديو من الادله المقبوله. قدم لك شكوى من حق الاتحاد السعودي، تسجيلات الشخصيه، تسجيلات الفيديو، ما هي تسجيلات فيديو، ما ذكرت. لا انا اتحدث عن تسجيلات شخصيه اليوم، هل هي مقبوله في حتى شوف يعني لانه اتوقع انه بقرار احداث كاس الملك خلينا ناخذ الموضوع بشكل نوع من الوضوح. ايه اللوائح واللائحه واضحه والاجراءات واضحه. انت الحين السؤال لماذا وضعت لائحه الانضباط ولماذا وجدت لجنه الانضباط؟ هي انه ان الانظمه واللوائح تطبق وان تكون في احترام للعاملين في المجال الرياضي، في احترام للمنافسين. الشيء الاخر انه الحد وايقاف التجاوزات وايقاف العقوبات وايقاف الاساءات وايقاف المخالفات من خلال تطبيق. اذا كان انت والله تبين، وهذا هو
اللي المعيار الحقيقي لكفاءة اللجنة. لما قد تكون تقع في حادثة ما هو كل شيء لازم يكون مكتوب منصوص. أنت اللجنة قدرتها على معالجة الموضوعات وقدرتها على مثلا حفظ المسابقات السعودية، مباراة نهائية وحدث فيها مخالفات وقدم لك أدلة فيديو، وأدلة الفيديو من أدلة الفيديو من الأدلة المقبولة، أنت تتحقق من الأدلة. هل الأدلة هذه عليها جدل؟ هل الأدلة هذه على مثلا تعطيك شك انه في من في ما طيب. حددت لك المخالف او المخالف، خليه بس اكمل. أيوة. ما حددت لك المخالف او المخالفين، والتقييم متروك لك، بامكانك تقبل الدليل وبامكانك ترفض وبامكانك ترفض. افهم من كلامك بانه ابراهيم مربيش كان من المفترض انه ياخذ بالدليل. هذا والله ابراهيم هذا رايك السؤال. انا أقول رايك انت انا اللي انا كان الفكره انه هي قدمت لك شكوى وانت المفروض انك لازم تنظر في الشكوى وتشوف الادله المرفقه وتقيمها. طيب، يقولون بأنه نصراوية إبراهيم مربيش أضرته من خلال ردود الفعل الموجودة اليوم على الشارع الرياضي السعودي، أنت هلاليتك أضرتك؟ شوف، في مسألة هلال ونصر وهذه الأندية، هذا ما في الشخص بيجي يعمل مصلحة نادي. أنت تعرف إحنا مثلا في مجتمع، وإحنا أي شخص اسمح لي أنا أوضح النقطة هذه. اليوم الشارع الرياضي مع الأسف والوسط الرياضي، وفي بعض الإعلاميين اللي يحبون ينغزون، يعني أنت عارف. أنت شوف، بقول لك حاجة، أنت لما تقول أنت مثلا تنتمي للنادي ألف أو النادي باء، أو خلينا نسمي النادي الهلال أو نادي النصر، الناس شغالة عليك بتصير. هو شوف، الانتماءات والميول موجودة، لكن أنت عشان أنا أفرق بين وأبعد موضوع الميول، أنت من خلال قيم الأداء العمل. إيه أنا معاك، أي مدى العمل. خلينا بقول لك، هل أضرتك اليوم ردود الفعل الموجودة في الساحة؟ ما ننظر له نهائيا. ما ننظر له، والقرارات احنا اللي أخذناها كانت أخذت على الأندية اللي تكلمت عنها، كانت أخذت عليها القرارات في وجودنا، يعني سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد، وإحنا كنا حاطين الأندية على خط واحد، وإن ننظر اللي هو تطبيق اللائحة من خلال المخالفات الموجودة، ونخضع على اللائحة ونصدر قرار. هذا كان هو النهج اللي احنا ماشيين فيه، ودليل انه كان في المواسم اللي احنا موجودين فيها تجاوزت القرارات في مواسم 220، موسم 225 قرار، والدليل احنا مواصلين على ان المهم انه تؤخذ القرارات على مخالفات لها اساس من الصحه لا اقل ولا اكثر. طيب، ايضا عاشت لجنه الانضباط هذا الموسم اجواء مختلفه، فاللجنه مر عليها العديد من الرؤساء، وكل رئيس كانت سياسته الخاصه، منهم من يعمل بصمت ومنهم من يتواجد بكثره في سماء الفضائيات، يعني بالعاميه حب الاعلام، ومنهم من رحل بهدوء، ومنهم من اقام الدنيا واقعدها. أكثر اللجان حساسية وعدم قبول من المجتمع الرياضي لجنة الانضباط التي مر على قيادتها ثلاثة رؤساء خلال سنة واحدة لم يجدوا القبول أو الرضا، وكل بحسب ألوان قميص ناديه، فمواقف حسمت مستقبل اللجنة ورؤسائها. أربيش غادر بأسلوب لم يكن جيد بالنسبة للكثير، وهاجم من كل اتجاه، وفتح النار على اتحاد القدم الذي وقف موقف المتفرج. اجتماعات لجنة الانضباط بدون رئيس واتخاذها قرارات اعتبرها البعض ليست قانونية. تعيين خالد البابطين بطريقة لم تفهم حتى الآن، وكان خصما لاتحاد القدم، واتخذ قرارات غريبة ونطق بآراء أغرب. خالد با نصر يحل رابعا كرئيس للجنة الانضباط، وهو الآخر لم يسلم من الملاحقة والهجوم، وكل هذا خلال عام واحد، وهو مسلسل لسنوات طويلة للجنة تعمل بالمجان. طيب، أبو محمد الربيش والبابطين بنصر هم رؤساء لجان أو لجنة الانضباط في هذا الموسم، ما شاء الله تبارك الله، مع وجودك أنت كشخصية رابعة تولت المنصب، ليش إحنا اليوم نشوف كل هذه الرؤساء بلجنة واحدة في موسم واحد؟ والله طبعا السؤال هذا يفترض انك توجه للاتحاد السعودي. لا، انا ودي وجهة نظرك، لكن يعني هو المهم انه هذا يدل على شيء. فطبعا يمكن يكون انت لما تبغى تشكل في اللجان او تشكل لجنة، لابد انك انت تكون واضع اعتبارات، واضع معايير للناس اللي بيجوا للجنة. يعني انت مثلا، هي ما هي مسألة تجارب انك تجيب شخص وبعدين بجرب. يفترض انك انت عارف الشخص هذا، عارف كفاءة الشخص في العمل في المجال، لأن المشكلة
يمكن من الأشياء اللي زي عمل مثلا لجنة الانضباط، ونحن نتكلم عن لجنة الانضباط، يجب أن يكون فيها إلمام بالجوانب الرياضية، إلمام بقوانين كرة القدم، إلمام باللوائح، إلمام يسهل العمل. لكن مثلا لما تكون مثلا تختار شخص وما يكون هو قريب للوسط الرياضي ولا يكون قريب للواقع الرياضي، التالي بتكون مثلا ممكن تضع في حرج. مثل ما حدث مع خالد الببطين، والله بصورة يعني واضحة. أنا أقول يعني بشكل عام، أنا أتكلم بشكل عام، ما أتكلم عن شخص معين، لكن أتكلم لك بشكل عام يعني. طيب أنا يفترض، بس إحنا نقول لك يفترض لما تكون اللجان فأنت يكون الانتقاء في الاختيار مبني على مواصفات محددة ومعايير محددة لمن يعمل في هذه اللجنة. طيب أتمنى تكون إجاباتك يعني مختصرة كثير. في منهجية مختلفة في عمل رؤساء اللجان، يعني في واحد يجيك يصدر القرار بعد 15 يوم، ويجيك رئيس لجنة يصدرها بعد أسبوع. اليوم خالد بنصر يصدر القرارات بعد 24 ساعة. شوف الضابط الحقيقي لخروج القرارات ما هو السرعة ولا التأخر. احنا ممكن شفنا في حالات انت تعرف ان لازم انك تعرف الفترات الزمنية بين الجولات. ممكن فيه زي ما تفضلت فيه 16 محادثة يمكن معنا، انت في فترات توقف في الأعياد، فترات التوقف وانت تعرف ان العمل اي بس اليوم في اختلاف واضح في لا انا ما اتكلم، انا اتكلمك انت جاوبك على السؤال. ايه ليش خالد بنصر يصدر؟ كنت تقول في قرارات انها تاخذ 16 يوم. إيه؟ في بعض هذا ممكن في الفترات، خاصه اذا كانت فترات اجازات بنصر يصدر في 24 ساعه. هذا انا بجي جايينك احنا. إيه؟ جايينك في الحديث. في بعض القرارات تحتاج مثلا انك دراسه الموضوع، طلب بعض الاشياء، تقصي حقائق، تقصي وتتاخر القرار. في قرارات ما تحتاج للتاخير. في افترض انك انت يعني السرعه الزايده يمكن ما تخدمك، والتأخر برضه يمكن ما يخدمك. أنت تعرف المباراة تلعب من جولة إلى جولة، والفاصل الزمني بين جولة جولة يمكن 5 أيام. كان عندكم مشكلة في الاجتماعات باعتبار ما هو مشكلة جميع الأعضاء غير متفردين تقريباً. لا لا لا، شوف يا عبد الله، عشان إحنا ما نعمم، إحنا ما نعمم ناخذ الأمور. إحنا كنا وإن كنا موجودين كانت دائما القرارات تطلع في منتصف الأسبوع. أنت تعرف مثلا وصول عملية وصول التقارير، اكتمال وصول التقارير، اللجنة تجتمع اجتماع واحد أو يعني في بعض الأوقات اجتماعين، وأنت عندك المباريات في مسابقات مختلفة، وصول التقارير وبعدين من مدن ومدن بعيدة الأطراف من توصلك التقارير. طيب. وعلى ما توصلك التقارير أنت تكون تصدرها. المهم أن يصدر القرار إذا كان في إيقاف، أمور متعلقة بالإيقاف، يمكن الفريق من معرفة أن اللاعب طيب. اللاعب هذا موقوف. أساسي يكون مثلا تجهيز البديل يكون أمر في غاية السهولة. طيب ما اقتنعت كثير في الإجابة، بس أنه هو في النهاية ماني مقتنع كثير ولا فيها. أنا بسألك سؤال عبدالله. إيه؟ الحين أنت تقول ما اقتنعت، أنت تسألني سؤال إيه؟ تبني أجابك بكلمة ولا بكلمتين؟ لا بس يعني أنا أنت تقول في قرارات تتأخر. إحنا نبغى نوضح للشارع الرياضي، أنت تقول في قرارات تتأخر، هو الضابط اللي يحكم الموضوع هذا اللي هو متطلبات القرار. لكن إذا كان قرارات من خلال نقل تلفزيوني ما عندك مشكلة للتأخير. طيب. بس ممكن السرعة الزايدة زي ما حدث مثلا في قرار مباراة الاتحاد والوحدة، وجاء أخذ قرار أنه مباراة الاتحاد والقادسية تقصد؟ الاتحاد والوحدة اللي هو مهند فارسي. أيوة أي أي. في اللجنة مثلا على قولك السرعة ما خدمت اللجنة، اتخذوا قرار على لاعب راح نتكلم فيه، بس خليني طيب عشان اوضح لك السرعه والتاخير. قبل ما اروح لبعض القرارات اللي نبغى ناخذ رايك فيها، كان يتردد في الفتره الماضيه لما كنت انت رئيس لجنه الانضباط بانه كانت الزملاء في صحيفه الرياضيه كانوا ينفردون ببعض قرارات لجنه الانضباط، وكان في ربط ما بين وجودك في الصحيفه كعمود بشكل يومي تقريبا في وقت سابق وبين هذه القرارات. يعني شوف يا عبد انت انا اللي افهم من سؤالك قصدك اني انا اوصل هذا ما اللي يتردد. ممكن سمعت الكلام أنا هذا الكلام ما يعني ولا يهم. لا سمعت الكلام ولا لا؟ انا ما سمعت هذا، بس اسمع منك الحين. أيوة. ممكن بعض الناس تسمع بعض العالم يتحدث، لكن هذا ما يعني. طيب وانا للمعلوميه الحين رئيس التحرير الله يمسيه بالخير الاستاذ عيد، اساله انا كم دار بيني وبين حديث، يمكن مكالمه واحده هو اول ما مسك الجريده، كان باركنا المباركة فيها. وإحنا يمكن من عمود نرسله بالإيميل يعني، ولا وهذا محسوب علي يعني محسوب. طيب الأشياء هذه محسوبة علي عشان تكون واضحة. أكيد بس أنا لأنه فيها حولك يعني كلام كثير وحبيت أسمع رأيك لا فيها. لا في بعض القضايا اللي إحنا راح نستعرضها الآن كانت أحداث في مباريات سابقة وكان في اتخاذ وكان في جدل حولها، ممكن أكثرها كان في عهد خالد الببطين. إحنا نشوف الآن لقطة كان في إيقاف أحمد عسيري ومحمد أمان، المقطع اللي ظهر وكان في بعض الكلمات اللي يعني عنصرية وبذيئة توصل يعني لهذه المرحلة. أنت كنت مع القرار؟
أي قرار؟ قرار خالد الببطين أوقفهم قبل مباراة الجماعة بيدخلون المباراة. هذه من الإشكاليات اللي إحنا نتكلم فيها قبل شوي، إنه مسألة تأخير القرار أو السرعة في اتخاذ القرار، المسألة في الفصل في القرار لابد يكون مبني على إجراءات سليمة. أنت مو من المعقول إن القرار أو إذا تبي تصدر القرار في اليوم اللي تلعب فيه المباراة. أنت الفرق تبني خطط، الفرق تجهز بدلة، كيف أنت تبغى توقف لاعبين؟ والفريق كان عنده في المناورات وفي التمارين اللي قبل المباراة بيومين أو ثلاثة أيام هو جالس يبني على اللاعبين هؤلاء، وأنت تبي توقف لك لاعب في يوم المباراة. خالد هذا غير معقول ولا يتماشى مع طبيعة كرة القدم. خطأ فادح يعتبر. هو مو خطأ، لكن إنه ما يعتبر خطأ، لكن إنه أسلوب يمكن يكون غير مقبول نهائياً. إنك توقف لاعب في إلا إذا كان لو قدر الله مثلاً في ظروف معينة وفي حالات أو في عدم توفر، لكن إذا كانت الأدلة موجودة والموضوع موجود مطروح. نعم. السؤال لماذا التأخر؟ طيب في قضية مواجهة النجمة والجبلين، وكان فيها أحداث مع الأسف يعني مؤسفة، احنا نشوفها الآن. أسمع تعليقك أبو محمد. والله شوف في أحداث مباراة الجبلين، هي طبعا كان فيها أحداث مؤسفة وأحداث هذه يعني للأسف أنها دخيلة على الرياضة السعودية. في القرارات أنا أتوقع كانت خمس مباريات إلى ست مباريات، هذه صحيح ما تكون رادعة. وهذا إحنا نرجع نقول لك إنه من أساسيات عمل لجنة الانضباط أنها يكون في قرارات تحفظ المنافسات السعودية وتحفظ الحقوق الآخرين. القرارات ما كانت تحفظ، ما كانت. إحنا مثلا لو تذكرنا بالمناسبة في مباراة الجبلين والرائد، اللاعبين وصلهم الشطب، المدرب تم إلغاء عقده ولا يحق له أنه يتعاقد مع أي نادي آخر. مباراة الفريق كانت نقلت، في مباراة كان بعده وإحنا موجودين، صحيح، في مباراة الوادي الأخضر والترجي، مباراة درجة ناشئين ضمن تصفيات المملكة، كانت العقوبات وصلت إلى سنتين وثلاث سنوات. صحيح. كيف مباراة زي هذه وأحداث أنك بتوقف خمس مباريات؟ طيب في لقطة لعبد العزيز الجبرين في مباراة الشعلة، وكانت اللقطة يعني اتخذ القرار الحكم، اتخذ الحكم القرار داخل أرضية الملعب، وكانوا يشوفون بأنه خطأ يعني داخل أرضية الملعب ما يستوجب القرار من لجنة الانضباط. بالنسبة لمخالفة اللاعب عبد العزيز الجبريل، هو أنت دائما هل السؤال يطرح نفسه، هل الحالة وقعت تحت نظر الحكم أم لا؟ هذا السؤال اللي يفترض أنه في البداية من خلال اللقطة، اللقطة اللي واضحة أنه هذه اللعبة ما كان فيها العنف المباشر أو التعمد المباشر أو اللي هو ارتكاب السلوك اللي هو بقصد الأذى. في اللعبة تعتبر هي كانت لعبة تعتبر من ضمن اللاعب في وضعها طبيعي، ولا كان، وانت تعرف كرة القدم فيها الاحتكاكات، فيها العنف، فيها هي هذا هي موجود طبيعة كرة القدم. ما هو كل مثلا محاولة مثلا التحام أو مثلا محاولة اتصال جسدي أو نعم، انك بتطرح على عقوبة. طيب في من خلال اللقطة هذه وين شوف هنا، شوف انظار اللاعب على الكرة وشوف اللاعب وين، ما كان فيها اللي هو انه قصد استخدام الأذى بالنسبة للاعب، وان القرار كان هو استعجل القرار هو سلوك مشين. ايوه، وانت لو طبقت المعيار سلوك المشين هو استخدام قوة مفرطة والتعامل بوحشية عندما لا يكون هناك تنافس على الكرة. طيب. لكن في اللقطة هذه في تنافس على الكرة، كيف انت تحكم على اللقطة تقول انها سلوك مشين وهي هي مخالفة مع النص؟ لا يمكن. انت لو مثلا بيتخذ قرار على مثل الحاله دي اقرب ما لا يمكن اللعب العنيف، لكن زي اللعبه هو شوف في مجال وفي تنافس على الكره. أي. اللعبه هذه لا تاتي تحت اطار السلوك المشين. طيب في لقطه ايضا المايجا المحترف في صفوف النصر اوقف فيها هي مباراه، اسمع رايك. هذه اللقطة هو أوقف اللاعب، هي اللقطة هل هو سلوك مشين أو سلوك عدوان؟ هو المشكلة فيه أنا أشوف فيه بعض القرارات، شوف زي اللقطة هذه في خلط في بعض القرارات، فيه أنت عندك فيه اللائحة فيه السلوك غير رياضي، فيه سلوك مشين، فيه السلوك العدواني، واللائحة حددت وكانت اللائحة في تحديدها كان التعريفات مبنية على ما هو معرف في قوانين كرة القدم. في اللعبة هذه هي تندرج تحت إطار السلوك المشين، تحت بند السلوك المشين. فأنت مثلا أنت رحت عاقبت بالسلوك العدواني في الحالة هذه، عاقبت بالسلوك العدواني،
طالما انك انت حتى لو تبغى تخفف عن في اللقطه هذه يفترض انك ايش يكون التخفيف عن طريق الشروع في المخالفه، وهي المخالفه تعتبر تندرج تحت السلوك المشين وتخفف، لكن ما يكون التطبيق تطبيق خاطئ للنظام. طيب نشوف لقطه ايضا مونتاري ومهند فارسي، هذه حولها كلام كثير. هذه لقطه المقهوي انت شفتها، يعني كان فيها ايضا يعني اسمع تعليقك في هذه اللي شوف التصرف هذا والتصرف. أيوة. انت طبعا هو ممكن لما الواحد تضع اليد على الوجه يعتبر فيها نوع من التصرف المهين، وكانت القرار يكون مواكب. طيب انا علشان اخر سؤال ابو محمد، اليوم ثلاثة من لاعبين المنتخب السعودي يعتبرون هاربين من المعسكر، يعني من واجبات لجنة الانضباط انها تتدخل في مثل هذه المواضيع ولا ما لها دخل؟ ما لها دخل لجنة الانضباط في لجنة الانضباط هذه طبعا هو راجع لإدارة المنتخب، وحسب إذا كان في لائحة العقوبات من إدارة المنتخب. نعم، لجنة الانضباط تختص بقضية الاتحاد والقادسية، القضية اللي لفت إدارة اللي طرد اللاعب وما هو كان ملسس طبعا. هو يعني يعني الأمانة شوف الاحتجاج هذا، تأخير الاحتجاج والتعامل مع الاحتجاج بالشكل هذا مهمة، يمكن كان يعني في البداية أنه أثار الشارع الرياضي، وهو الاحتجاج ما أتوقع أنه الاحتجاج الصعب، والمهمة الأساسية المحدد في اللائحة لجنة الانضباط. لجنة الانضباط ما للرابطة دخل ولا للمسابقات دخل، والدليل والدليل أنه الاحتجاج مر على اللجان ولا كان ولا أخذ الإجراء الصحيح. طيب والإجراء الصحيح يفترض من من طيب لو كان القرار، لو كانت القضية عندك، هذه المباراة تعاد ولا ما تعاد؟ شوف حسب الأنظمة كده حسب حسب شوف حسب الأنظمة إحنا نتفق مثلا هل المسألة في أخطاء الكروت هي مثلا من الاخطاء الفنيه او الاخطاء الاداريه، ما كان وصل انا بقول قرار نهائي. انا بقول لك هي في القرار النهائي هي اخطاء الكروت تعتبر من الاخطاء، البطاقات هذه من الاخطاء الاداريه، وطالما ما حدث تاثير في نتيجه المباراه في المباراه ما تعاد، لا تعاد مباراه الاتحاد والقادسيه لو كنت رئيس لجنه الانضباط. ما تعاد نهائي. طيب احنا نقول شكرا الاستاذ فهد الكحيز رئيس لجنة الانضباط السابق، شكرا جزيلا لك. شكرا يا عبد الله، ونتمنى نكون في هالوقت القصير قدم لو شيء بسيط. انا لو داري انه المواضيع كذا كان خليتها حلقه كامله. والله يلا يعطيك العافيه. شكرا لك. احنا حلقتنا مستمره، وخلونا نشوف ايش عندنا بعد الفاصل. الاخضر يواصل الاعداد لماليزيا، ومختار ومعاذ يواجهان الاعلام. حياكم الله من جديد، وخلونا قبل ما نبدأ الفصل الثاني في الحلقة نرحب بضيفنا فهد الضخيم الناقد في برنامج المنتصف. حياك الله أبو فيصل. الله حييك وحيي السادة المشاهدين، وحلقة بدايتها مميزة مع الأستاذ فهد الكحيز. أنت كيف شفت أجوبة أبو محمد؟ كانت مقنعة بالنسبة للوسط الرياضي؟ والله بعضها مقنعة، ولكن في بعض كانت تساؤلات كنت أتمنى طرح يعني بعض التساؤلات، وخاصة القضية اللي صارت هي أعظم مشكلة اللي لما إيقاف ثلاثة لاعبين من نادي النصر بسبب يعني احتكاك مع الجماهير. هذه الإيقاف الثلاثة اللاعبين هذه هي من كانت سبب أساسي في بداية هبوط مستوى النصر، غياب الثلاثة مع إصابات ثلاثة هذه أثرت على نادي كبير على بطل الموسم الماضي. ها؟ نعم نعم نهاية الموسم الماضي، بس مع البداية حرموا من لعب السوبر، حرموا من بداية الدوري. أنت تعتقد بأنهم مفروض ما يعاقبون يعني في ذلك المباراة حسب النظام ما يعاقبون؟ لماذا استقال لماذا استقال الأستاذ إبراهيم أربيش؟ لأنه استقال جاوب لك هو فهد الكحيس. ما جاوب هو قال لأنه ما اتخذ أو رفض يتخذ عقوبات في الثلاثي بالنظام، عنده نظام يقول لك لازم نعتمد على الكاميرا الناقل الرسمي، هذا النظام.
أما أنه جوالات مشجعين تصور حالات نعرف فيها تلاعب التصوير في أشياء ويثبت الشيء هذا، هذه قضية. بعدين يقول أتتني شكوى، من وين أتتك شكوى؟ حتى نادي النصر وصلته أنه الموضوع كبير وهو موضوع عادي بين لاعبين وجماهير. طيب الجماهير اللي بس ما تسببت، كان المنظر كويس يعني. طيب أوكي، بس الجماهير اللي تسببت يعني اليوم إحنا نلتقي مع القيادة وفي مفروض أجواء أوكي القيادة كويسة. القيادة الجماعة جالسين يضربون وحاصل القيادة لها كل الاحترام والتقدير، كلنا نعرف قيمة القيادة واحترامنا لها. طيب أجل لازم نتخذ قرارات لأي شخص يعني يصير لها الحدث وهذا المحفل يعني. شوف الأشياء هذه بالملعب، القيادة في المنصة وشرفت كانت مناسبة الحفل. كانت مناسبة جيدة وكان فيها مناظر ما كانت كويسة. المخطي يعاقب لا شك، لكن أقصد أنه لازم دليل، لا تعاقب شخص إلا بدليل رسمي. كما حدث المسبب منه الجماهير، ماذا عملت الجماهير اللي تسببت المشكلة؟ ماذا عملت للنظام تنظيم الملعب، صعود اللاعبين أمام الجماهير وأحداث المشكلة هذه؟ في أشياء كثيرة. طيب يقول شكوى، شكوى من مين؟ من اللي اشتكى عليكم اللجنة؟ رئيس اللجنة إبراهيم أربيش. لماذا استقال؟ إبراهيم أربيش طلع وقال إنه أحمد الخميس طلب مني طلب إنه تطبيق العقوبة عليهم بدون نظام بدون شيء. طبعا لا يستغلوا حكاية إنه الموضوع في القيادة الموجودة. أنت تذكر موضوع ناصر الشمراني مع المشجع اللي كان في مباراة المنتخب السعودي؟ أذكره، بس هذيك ما كان رأيك كذا، أنت كان رأيك مختلف. ما قلت إنه يعاقب الجمهور في هالموضوع، كنت تقول إنه لاعب ويلبس شعار المنتخب والمفروض هو اللي عاقب موجودة. أنا ما قلت، أنا ما قلت كأصلا ما تحدثت عن الموضوع هذا، يمكن شخص آخر. لكن ما أنت يعني اليوم أنت ترى إنه لا، لأنه ما كنت ما أصلاً هي قبل ما بدأت البرنامج ولا تطرقت الموضوع ثاني. لا لكن أنت قلت في أحد آرائك الموجودة مو في البرنامج. أوكي ولا تطرقت، لأنه أساساً أنا بالنسبة ناصر الشمراني بقول لك أنا موقفي معه صديق عزيز جداً. ما له دخل لا لا له دخل، لأنه مهما كان أحياناً تحفظ إذا ما أجبرت على السؤال طرحت ببرنامج أمني مثل بغرني. أنا والله صديقي فهد الطخيم وأشوفه اليوم مخالف ولا شيء بجامله بقول لا والله ما سوى كذا. لا أجامل، لا والله بقول سوى ويستحق. لا أجامل إذا ما سئلت، جالس ببيتي ما حد سألني. أيوة. أجي أدخل نفسي وأسئل صديقي أو طيب. زميلي خلونا نروح لمنتخبنا السعودي اللي واصل الإعداد لمواجهة ماليزيا المرتقبة يوم الخميس المقبل. اليوم يعني الحمد لله مرة بدون إبعاد أو استدعاء، وكانت كاميرا المنتصف متواجدة داخل المعسكر. الأجواء باردة ما شاء الله في الاستوديو والكلمات جالسة تتسابق. خلونا نشوف اللقاء. طبعا زي ما قلت انت مباراة هامة، ان شاء الله نكون استعدنا لأحسن استعداد، ولسه ان شاء الله باقي تقريبا 3 ايام او 4 ايام المباراه، ان شاء الله حنوصل في الجاهزيه التامه. المهاجمين ان شاء الله كلنا ثلاثه، سواء انا اعوذ بالله من كلمه انا والسهلاوي او عبد الرحمن الغامدي، صدقني كلنا جاهزين ونتشرف انه نمثل المنتخب ان شاء الله باذن الله. يعني ما حنتخاذل في اي فرصه جينا في المباراه، ان شاء الله حنرد على الناس اللي مشككين في قدرات المهاجمين. لا ما اتوقع، تقريبا لنا فتره طويله مع بعض، بتصير تغييرات بسيطه في المعسكرات، بس يعني حافظين بعض في الدوري، يعني تونا موقفين، ان شاء الله ما حيكون في اي سلبيه. اكيد يعني احنا في مرحله حسم، واكيد ان احنا مستعدين لهالشيء او مستعدين لهذه المباراتين القادمه. احنا بنفكر في الوقت الحالي في هذه المباراه امام المنتخب الماليزي، وإن شاء الله بإذن الله ربي يوفقنا إن شاء الله فيها بإذن الله. ما في أي غيابات، ما أعتبر أنها غيابات كبيرة، كلنا إحنا اللاعبين يعني اللي هنا متواجدين من خيرة اللعبة، اللعبة اللي غابوا ممكن بظروفهم وهذا شيء عدى، وإحنا اللعبة متواجدين هنا متكاملين، وإن شاء الله الموجود فيه الخير والبركة. ممكن لو كنت بتكلم على عبد الجد الرويلي أو أي لاعب ثاني وضيف للمنتخب، هو إضافة بتكون قوية لنا بالمستويات اللي قدمها، وكان زميلي برضو يعني في نادي الشباب والآن مع التعاون، ولكن اللاعب اللي دخل علينا جديد مثل عبد المجيد الرويلي إن شاء الله أنه يكون مو بدايته، هذه يكون إن شاء الله كل مرة يكون متواجد معنا. إحنا لازم ندعمه ونكون واقفين معه، وهذه فرصة إيجابية له وإن شاء الله بإذن الله أنه يستغلها. طيب أبو فيصل، أنت كيف شايف اليوم الأجواء داخل معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لمباراة ماليزيا والإمارات؟ أنت شايف ناس طالعة من المنتخب وناس مصابة واستدعاءات جديدة وناس طالعة بدون إذن وناس نايمة، سوالف كثيرة في المنتخب السعودي أو في معسكر المنتخب السعودي اليوم
في جدة، تعتقد بأنه الأحداث هذه ممكن تأثر على مباراتنا الجاية؟ لا ما تأثر، لأنه الفريق الماليزي فريق يعني ما هو قد كذا، يعني ما هو ند للمنتخب السعودي، والحمد لله أن صارت الأحداث هذه أمام الفريق الماليزي ما هو فريق منتخب آخر، ولكن لازم نشوف وضع المنتخب. يعني المنتخب أحس أنه بدون يعني إشراف عام أو مثل شخصية قيادية تدير هذا المنتخب. طبعا هو الآن يعتبر المسؤول الأول هو الأستاذ أحمد عيد. أحمد عيد مشكلته أنه طبعا دائما متهم بالضعف، متهم، والقنوات والإذاعات وأنا جاي في الطريق أسمع فيه يعني شيء نقدي لا يصل لحد التجريح في الأستاذ أحمد عيد. طبعا هو يتحمل، هو الرأس يعني، لكن هي الأسباب كلها تجدها من اللجان، هي من أضعفت أحمد عيد، هي من أتاحت للناس أنها تكلم عليه. كذلك بالمنتخب اشتخل اللجان في لعيبة ما يحضرون، أنا أقصد كشخصية أحمد، لأنه أحمد عيد هو الرئيس المباشر للمنتخب الآن، ما في مشرف، في مدير كرة بس ما في مشرف، ويعتبر أحمد عيد هو المشرف المسؤول المباشر. فهي من أضعفت رئيس الاتحاد، هي اللجان الأخرى زي لجنة الانضباط، لجنة التحكيم، اللجان الأخرى جالس يغير ويبدل في هاللجان. أوكي يعني هو مجبور إنه يغير. يعني يوم خالد الببطين ما أعجبه غيره. طيب أوكي، لأنه حتى خالد الببطين يعني وهق فيه، يعني يعطي استشارات ملغومة أو مغشوشة أو كذا بشخص بعيد عن الرياضة وأتى. يعني الأستاذ فهد القحيس كذلك له قانوني وله رياضي وله، ولكنه على الأقل إنه بالوسط الرياضي يعني يفهم. لم الموضوع يعني إيه؟ يفهم نوع ما، لكنه برضه يعني النظام يقول لك لازم يكون قانوني، فعلا لازم يكون قانوني. وضعوا فهد القحيس، شوفوا انه زعلان انه ليش ما حل. النظام لازم يكون قانوني، مو شرط انه قانوني خلاص يكتفي، لا قانوني وفاهم رياضه. الاحظ اللجان لا حكم معهم، لا لاعب قديم معهم، لا مدرب معهم، لا شخص فني معهم. بناء على ايش انت تقيم هذه اللقطه الرياضيه؟ الشيء الثاني هذا ياثر على المنتخب، نفس الشيء تشكيله المنتخب الفنيه، يعني تعتمد على المدرب. المدرب لابد معه مسؤول كبير يقف بجانبه لاتخاذ القرارات الإدارية، يعني واحد 24 ساعة موجود متواجد معه بالمعسكرات، مشرف يكون ذو كاريزما شخصية، شخص فاهم كرة، أما لاعب قديم ذو مجد كبير أو رئيس نادي له باع طويل في المجال الرياضي، لازم شخصية قوية ترأس هذا تشرف على هذا المنتخب مهما كان. أما أنه مثل الأخ زكي الصالح مدير كفو ونعم وكذا، لكن الفريق يحتاج إلى مشرف. أنت شايف المشكلة اليوم في زكي الصالح؟ ما لا زكي كمدير أتوقع أنه يعني غطي موقعه، لكن هناك ليش أنت تحاول مشرف. ليش أنت تحاول تبرر اللاعبين؟ أنا ما من الأحداث يعني أنت ما تكلمت يوم، أنا أسألك عن الجلسة، أنت رأيك لأن أساساً اللي يحكم على اللاعبين هذا بدون ما يسوي تحقيق معهم غلطان. لازم تسأله ليش، يعني تخيل مثلا يقول لك نايف هزازي خرج مثلا، اوكي اساله لماذا خرج، افرض انه طفله ولا امه ولا جيب حاله عنايه. طيب ما يقدر يستاذن يعني، حتى لو استاذن مثلا وقالوا المدير لا، او مثلا في تعتقد بانه نايف هزازي عنده عذر؟ انا ما ادري عن القضيه عنده ولا ما عنده، بس هل يعني نادي النصر توقع عاقب اللاعب؟ اوكي انا حتى ضد دليل. شوف انا لو كنت بالاجتماع ما كنت حاضر اجتماع الاداره. أيوة. انا لو كان ذا ضد انه يعاقب النادي النصر، ولا لا علاقه تعاقب نادي النصر، تعاقب لاعب داخل المنتخب، مسؤولية المنتخب. أنا ضد القرار هذا وحتى لو صدر من نادي النصر. بس وين دور اليوم الإدارة؟ ما له علاقة إدارة النصر، اللاعب في ذمة المنتخب. إيه بس اليوم ليش احنا عندنا منتخب وعندنا الأندية تعتبر جزء من المنتخب السعودي يعني. الأندية مسؤولة اللاعب، ترى موظف، ما هو مسؤول إذا انتهى عمله في النادي ما انت لاحقه ببيته. أنت ضد قرار إدارة الأمير فيصل بن تركي؟ أنا ضد، نعم، إنه مثلا يتخذ قرار على اللاعب في المنتخب. الأمير فيصل يمكن خذها الحماس كون إنه منتخب وطنية ومن الباب هذا، وهذا المفروض كل منصر كذا ترى. لا هو نظر لها من منظار آخر، أنا أنظر لها من منظار نظامي، إن كون إنه اللاعب الآن في ذمة المنتخب مسؤولية المنتخب، وحتى لو كنت مسؤول في المنتخب أسأل أحقق مع اللاعب، أنادي تعال لماذا خرجت، أشوف السبب مبرر. ليش أفرض لا قدر الله مثل أنه حالة اضطرار إمرجنسي، حالة اضطرارية لحد عائلته لأي شيء. طب ليش اللاعب ما يطلع ويتكلم في هذا الموضوع؟ حد هذا يرجع له هو. أنا الآن القضية أنه لا تتخذ قرار، لا اليوم ما في شيء اسمه يرجع له. أنت لاعب اليوم ملك المنتخب السعودي، ملك إيه؟ طيب افرض يعني ماذا حتى سالم الدوسري مثلا، حتى سالم الدوسري اجلس معاه اشوف ليش ما جيت، ليش ما حضرت، يقولك تاخرت طيارتي.
طيب اوكي تاخر طيارته ماذا اشوف هل هو سبب في حجز الطياره هذه اللي قبل موعد بساعات هو السبب ام المنتخب؟ يمكن المنتخب اللي عاجز له. طيب اذا كان اداره المنتخب حجزت له بالموعد هذا وتاخر الطياره تعاقب اللاعب؟ لا عاد هذه مصيبه اذا صارت اداره المنتخب. هنا لازم الموضوع في تحقيق، لازم في تحقيق ويكتشف ايش من المخطي وثم يعاقب اي لاعب في لائحه. اللائحه الى الان ما انتهت. انت شايف انه اليوم الهجوم غير مبرر على اللعيبه، خليني اقول اللي لا ما انضموا مع المنتخب السعودي. شوف الهجوم لما تعرف السبب الحقيقي، لما ما نقعد نستعجل زي ما صار بقضيه اللاعب الوحده اللي عوقب من بكره طلعت قضيه اقل دناءه من الحركه، ويعني بطريقه يعني فعلا ورطوا اللاعب الوحده الاتحاد، لاعب الاتحاد ورطوه بمباراتين وهو ردت فعل فعلا يعني اي واحد. فلذلك يا طول العمر لازم انت تعرف وش السبب الحقيقي. اذا كان ما بدون سبب استهتار يعطى اللاعب على راسه بالعقاب الشديد، هذه سمعه وطن، هذا منتخب لا نسمح لك يا نايف او سالم او كائن من كان اللعب سمعه المنتخب السعودي. ولكن بعدك تحقق. كيف شايف حظوظنا في مباراه ماليزيا؟ محسومه ان شاء الله. محسومه ها؟ محسومه ان شاء الله. طيب بالنتيجة إن شاء الله يعني كبيرة شوي. طيب اليوم ضمن الأخبار المنتصف كان في خبر يقول لك استقالة اليامي وفي شروط لعودة بعض الأسماء. إيش قصة الاستقالات في عهد إدارة إبراهيم البلوي؟ والله نادي الاتحاد بصراحة يعني قضيته قضية كبيرة، كل ما أراد أن يسلك الطريق حدث له حادث أو مشكلة عاقته زي هزيمة الوحدة اللي أثر فيها التحكيم كبير. طبعاً الإدارات التعاقب لإدارات الكرة في نادي الاتحاد هذا بصراحة لا يستطيع أحد بعيد عن النادي يجاوب الجواب الصحيح. طبعاً أنا أعرف شخصية الأستاذ إبراهيم بلوي، شخصية يعني رياضية متابع قبل ما يكون رئيس، متابع الحركة الرياضية، إنسان متفهم ذكي يفهم. أنا أقيم لك شخصية الرئيس، لكن بالنسبة للإدارات لماذا مثل حضروا؟ أحياناً في تصادم، أحياناً يكون مدير الكرة لا يستطيع أنه يعني يتمتع أو يزاول الصلاحية كاملة، فما يستطيع أن يكون صورة وينسحب، وبعضهم لا يكون هناك في معوقات، بعضهم أحياناً يقف مثل مع اللاعب ضد الإدارة مثلاً، لا يكون بالوسط، لا يزاول مهمته كمدير أو كمشرف على إدارة الكرة. أحيانا مثل يكون مثل ما يقدر يواجه اللاعبين، تتأخر رواتب، ما يقدر يواجه اللاعبين مثل يكون يعني لا يكون مثل يميل لهم أنه مثل، فلذلك يقول لماذا أواجه المشكلة، خلني بعيد، هم يواجهوا الإدارة مباشرة. هناك عدة أسباب يعني، وترى طيب. إدارة الكرة من أصعب إدارات الأجهزة الرياضية يعني. طيب عشان أختم معاك اليوم في هاشتاق المنتصف يقول اسأل الفهد الطخيم وقول له هل هلالية الربيش، هلالية بنصر والكحيز والبابطين أثرت في قرارات لجنة الانضباط؟ أنا والله ما أدري إنهم هلاليين ولا لا، بس هذا السؤال. والله شوف هي ما تقدر تدخل بنواياهم، ولكن العاطفة مشكلتنا في بنصر ما أعتقد إنه يعني ما أدري وش يشجعوا، أحسن ما في اسمه، بس عاد ما أدري بس والله ما اعرف انه وش ميوله، ولكن اشوف اللي يمسكون مناصب ترى من الصعب، شوف من الصعب ان يجعل ميوله يتحكم فيه، الا شخص يكون مثل عاطفته جياشه اتجاه ناديه بشكل كبير، ممكن بعضهم ترى يبيع المنصب يبيع كل شيء عشان عاطفته، وهذا صراحه مع احترامي ما هو مدير او رئيس او ما يصلح انه يدير. انت لو كنت رئيس لجنه الانضباط اتوقع في احد الانديه راح ينزل دوري الدرجه الاولى. لا 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 انا بالعكس، انا أعرف نفسي، أعرف نفسي جيدا. والله أنا أعرف كثير لا لا أعرف نفسي. أول شيء طول العمر أعرف أنا بالعمل، مجال العمل أيوة كان أيوة كثير من الموظفين أيوة يقول لا تعمل مع فهد طخيم، كنت أيوة في الخطوط السعودية أيوة ترى نصراوي وانت هلالي ومشكلة، بعضهم خاطر واشتغل معي، لكن لله الحمد أنا يمكن يسمعوني على الهواء أيوة يعرفون أنه بالعمل سواسية. أنا أعرف واحد ما ترقى لما كان هذه من عندك، لكن الحمد لله العمل. لا هذه انا امزح فيها صراحه. شكرا فهد خيم الناقد الحصري لبرنامج المنتصف، شكرا لكم، في شارع اسماء تستحق المتابعه، في امان الله.